ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعانا النهارده بمناسبه ذكرى انتصارات اكتوبر المجيده مواهب شعريه وانشاد، ونبدا نتعرف بيهم النهارده. اتفضل استاذ محمد، قدم نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد خميس حسن، شاعر جبل الاقصر اليوبيه، وبنحاول ان احنا نوصل لاعلى مرحله، يعني انا حلمي شاعر العرب، فان شاء الله في يوم من الايام هبقى شاعر العرب ان شاء الله. ربنا يوفقك استاذ محمد. اتفضل. محمد عوض محمد، محافظ كفر الشيخ، مترجم فوري باللغات الاجنبيه، انتربريتور فور لانجويجز، ادرس في اللغات والترجمه، دراسات اسلاميه باللغات الاجنبيه والدعوه الى الله عز وجل. ناس كتير لها فضل عليا في الدعوه الى الله، وعلى راسهم ابي فخري وتاج راسي وشيخي اسماعيل حفظه الله ورعاه وسدد خطاه وجعل الجنه مثوي ومثواه. اهلا وسهلا بكم. معانا سامة سامي، كانت معانا في الحلقة السابقة، والنهاردة جاية تقدم لنا قصيدة بمناسبة انتصارات أكتوبر. اتفضل يا سامة، قولي كلمة. هقول شاعر كبير أستاذ رضا أبو الغيط، مسافر نصب أكتوبر. اتفضلي حبيبتي. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، في السادس منك يا أبطالنا كتبولنا بالدم النصر. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، حطمنا كذبة بارليف وعبرنا خط التخويف، والدنيا شهدت عالزيف وتحقق بالصبر النصر. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، جيش بلدي والحق معاه بيجدف ويعدي قناه، وملايكة كانت وياه بتحارب من أجل النصر. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، عدينا فوق الديناميت وهزمنا ظلم الطواغيت، ودي سينا رجعت للبيت وعليها صلينا العصر. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، ودي أحمد بيقول لمينا عالرملة اكتب أسامينا، وعلمنا بيوشوش سينا أبطالنا صنعوا لنا النصر. أكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر، طول ما احنا بنحب بلدنا وفي ايدنا دايما ارادتنا، الباطل مش هيسكتنا ولا حدش يقدر على مصر. اكتوبر يا شهر النصر والعزة والفخر لمصر. الله يا سما، برافو عليك، احسنت حبيبتي. استاذ محمد، قصه الشعر بقى بدات مع حضرتك من امتى؟ والله يعتبر في بدايه الشباب من سن 16 سنه، والحمد لله يعني انا واخد السلم تدريجيا. عملت ديوان. ايه اللي حببك في الشعر؟ الاحساس. انك بتحس بالبشر. تمام. بتطلعي الاحساس ده في الكلمات. اكيد اكيد، فبتحس بالناس كلها، بتعبر عن الناس كلها مش عنك انت لوحدك. مين اللي وقف جنبك في البداية؟ والله في ناس كتير يعني اصدقائي، وفي برضو رجال اعمال منهم الحاجة محمود المليجي واقف بالسند دي وشجعني على وكل طريقه انا بذهب ليه. بتحب مين من الشعراء؟ طبعا احمد فؤاد نجم. تمام. اتفضل قول لنا حاجه بقى من بدايه. اول حاجه حب الماء الاول، وبعد كده هات المايك. اتفضل حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. كن مع الله، كن مع الله تجد ما تراه، القلب يخشى الله تنعم بنعم الله، تتبع الصلاة تنسى طعم الآه. كن مع الله، الصلاة مفتاح الهنا، الصلاة مفتاح الهنا، والرحمة منه إليه، القلب طاب من الهوى لما سجدت إليه. كن مع الله تجد ما تراه، القلب يخشى الله تنعم بنعم الله. يا رب يا حنان اهدي كل انسان، اهدينا برحمتك وابعد عنا الشيطان، ده كل يوم امتحان لحد ما يقون الاوان، كل كلمه مكتوبه وكل المستخبي هيبان.
كن مع الله تجد ما تراه، القلب يخشى الله تنعم بنعم الله، تتبع الصلاة تنسى طعم الآه. كن مع الله. تمام، أحسنت ونعم بالله. اتفضل أستاذ محمد، قول لنا حضرتك بدأت المواهب، حضرتك متعدد المواهب، قول لنا المواهب بتاعتك في إيه وفي إيه، وهتقول لنا هتقدم لنا إيه النهاردة حضرتك. والله في البداية بدأت أدرس في الأزهر، حرص أبي على أني أدرس في الأدرس أزهر وكده. بدأت في حفظ القرآن الكريم، نشأت في الأزهر، بعدها رحت لمرحلة الثانوية. بدأت أتوجه للخطابة وكده على يد الشيخ إسماعيل الجمال حفظه الله، وحبيت أن أكون طير يحمل دعوة الله عز وجل عبر العالم، فبذلك دخلت كلية اللغات الترجمة الفورية، دلوقتي دراسات إسلامية باللغات الأجنبية، وحلمي أن أنا أكون طائر يحمل دعوة الله عز وجل عبر العالم. لقبي Interpreter Foreign Languages، مترجم فوري باللغات الأجنبية. شغال دلوقتي مدرس في مدرسة السيم الخاصة في فرع المعادي 6 أكتوبر هنا في مصر. مجيد للخطابة بشكل كويس جدا، سبحان الله، يعني دي موهبة كويسة، ممكن أقدم دلوقتي لحضراتكم جزء منها. اتفضل. في الخطابة لله عز وجل على نعمه كثير، دلوقتي في علاقة بين العبد وربه. هل أنا دلوقتي لو رجعت لربنا هيقبلنا ربنا؟ يا عم فين يا عم، لو رجعت ربنا هيقبلني؟ في حديث عن رب العزة، المخلوقات تخاطب رب البرية، قالت الأرض يا ربي إذن لي أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت السماء يا ربي إذن لي أن أسقط كسفا على ابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت البحار يا ربي إذن لي أن أغرق بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك، وقالت البحار يا ربي إذن لي أن أغرق بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك. فقال الرب الرحيم بالجميع بالسماء والأرض والجبال والبحار: دعوني وخلقي، لو خلقتموهم لرحمتموهم، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. فسبحان الله، هل أنا إذا عدت إلى الله عز وجل وقبل من الله عز وجل هل سأداوم على الطاعة؟ وما يمنعك من ذلك؟ في بعض الناس تذنب فتستغفر، فتذنب فتستغفر. عندك علاج؟ عندي علاج هقوله لك. طب ما تقول لي كده يمكن ربنا يهدين. هقول لك: أتى أعرابي إلى الحسن بن علي وقال: يا حسن إني مريض. قال له: إيه؟ أنا مريض. فابتسم الحسن وقال: يا أعرابي أنا لست بطبيب. قال: يا حسن، دائي ليس في البدن، وإنما دائي في جارحة قلبي وعقلي، أصنع الذنب فأستغفر، فأصنع الذنب فأستغفر، وهكذا. قال: يا أعرابي، لك عندي 4 أدوية، إن لم يعجبك الأول فخذ الثاني، وإن لم يعجبك الثاني فخذ الثالث، وهكذا إلى الرابع. قال: هاتها يا حسن. قال: الأولى، إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من ملك الله. قال له: مستحيل يا حسن. قال: وإذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل أنت وأولادك من رزق الله. قال: مستحيل يا حسن. قال: وإذا أردت أن تعصي الله وأتاك ملك الموت فقل له: أمهلني ساعة حتى أتوب. قال: مستحيل يا حسن. قال: وإذا أردت أن تعصي الله ووقفت بين يدي الله وقال لك الله: عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وإني لأستحي أن أعذب شيبتك، لم أذنبت في حقي يا عبدي؟ فقل: ما أذنبت في حقك يا رب. قال: عجبا يا حسن، أأكذب علي في الدنيا والآخرة؟ والله ما أعود إلى ذنب مرة أخرى. فكن مع الله ترى الله معك. نعم بالله، أحسن. أستاذ محمد خميس، حضرتك بتفضل الشعر القديم ولا الشعر الحديث؟ هو صراحة القديم قديم، يعني هو الصح، هو اللي طالع من القلب، لأن زمان غير دلوقتي خالص. وبتكتب، بتفضل الشعر العامي؟ العامي. تمام، نقول حاجة بحب مصر. تفضل تفضل، سمعنا. شايل كفني على يدي، شايل كفني على يدي وبقدمهولك يا مصر، احسبيها زي ما تحسبيها شبكة أو حتى مهر، وحالف لفي يوم أغير الفقر والقهر لفرح ونصر، تايه أنا في حواريكي
تايه انا في حواريكي ادور على ميه نيلك اروي بيها العطشانين، زي المربوط في ساقيه من ميدان لميدان ومن قفر لقفر. بلدي هي مصر، بلد النيل والنصر، اسمها في كل عصر هي مصر، هي الاصل، فيها الهرم وفيها النهر، فيها كل معالم الدهر، وافديها بالعمر واشرب عشانها المر. دي بلدي هي مصر، فيها الرزق لكل الطير، دي مصر دايما ام الخير، وفيها كمان ابو الهول رمز القوه وقهر الخوف. ولو قلت على المكشوف، شوف شعب مصر، شوف اسد ما بيعرفش الخوف، بخف الدم معروف وبالكرم بين البلاد موصوف. دي بلدي هي مصر، بلد النيل والنصر، اسمها في كل عصر هي مصر، هي الاصل. شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. لا ربنا يحفظ مصر. اتفضل يا استاذ محمد، كلمنا عن الانشاد. انشاد. بما ان حضرتك متعدد المواهب، الانشاد كلمنا يعني بدات امتى الانشاد الانشاد والله من فتره كبيره جدا. وناوي تكمل في ايه بقى من المواهب اللي عند حضرتك؟ خطابه، الانشاد، الشعر؟ والله كل حاجه من البدايه للنهايه كويسه، خاصة في المجال الديني. هتكمل فيهم كلهم؟ إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. ربنا يوفقك. بس قبل ما أخش في الإنشاد وكده، عايز بس أقول كلمة بسيطة. اتفضل. لشعب مصر ومناسبة 6 أكتوبر وكده. في موقف يعني الأجانب أوقات بيقولوا عن شعب مصر إنهم شعب همج وكده، فأنا بقول للأجنبي أنا ابن مصر. ابن البلد، ابن الغلابة الطيبين. ابن المساجد والجوامع، ابن اللي ساجد واللي راكع. أنا ابن مصر. أنا ابن شهر أكتوبر، شهر النصر، عبرنا الحدود ما احنا أسود. أنا ابن مصر، أنا ابن مصر، أنت مين؟ أنا بقولك أنت مين؟ أنا ابن مصر، أنا اللي اسمي وصورتي على المدارس والحيطان، أنا اللي دمي هز المزلقان، صحة الشوارع والميدان، من كفر الشيخ مولدي لمصر بلدي الحنين، أنا مصر جدع راجل امين. الانشاد شيء كويس جدا، همدح في النبي عليه الصلاه والسلام. تمام. مع سما؟ اكيد مع سما ان شاء الله. الدويتو الاثنين مع بعض هيقولوا لنا انشاد ديني دلوقتي. اتفضل يا استاذ محمد. حبيبي محمد نور العين، بمدح جمال طه زين الكون والله، ومدحت بطيبة طه ودعوت بقال الله أن يحشرني أوابا بلواء رسول الله، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. كان الأزهد في دنيانا كم بات ليالي جوعانا، نام ولم يفرش مالانا، بل قد أثر في جنبيه ما أتقاه وما أخوافه، وبخالقي ما أعرفه، دمع الخشية في عيني، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. كان رضيعا عند حليما يرى الشاة والأغنم، أتاه ملك من عند الله شق الصدر ملاه حكم، النبي صلوا عليه مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا رب صلي عليه، يا رب صلي عليه، صلوات الله عليه. قمرون قمرون
سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مس الأيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطره يبقى إذا مس الأيادي الله الله وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد وعم نوالوها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله وكل الكون أنار بنور طه قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل. شكرا يا سما. وختامه مسك. وإلى هنا أعزائي المشاهدين انتهت حلقتنا من برنامج بيت المصريين النهاردة. بنشكر حضراتكم، شرفتونا ونورتونا النهاردة، وتحياتي أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج. كانت معكم صفاء بدوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.